كرست الدولة ما يزيد عن 298 مليار دينار جزائري كمساعدات مباشرة، إضافة إلى دفع رواتب الموظفين والعمال الذين وضعوا في وضعية حالة بطالة إجبارية نتيجة للجائحة. وقد بلغت التكاليف المدفوعة، وهذا الرقم نعطيه لأول مرة، لتغطية أجور 5 أشهر ما يعادل 674 مليار دينار جزائري على عاتق الخزينة العمومية. وبالتالي فيتعين تكريس سنة 22 لتعزيز إجراءات الإنعاش الاقتصادي التي أقرتها السلطات العمومية، لا سيما عن طريق تحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو وتقليص الاعتماد على المحروقات، خاصة فيما يخص المداخيل المتأتية بالعملة الصعبة. ثانيا، إعادة التوازنات للحسابات العمومية على المدى المتوسط، حيث تعتزم الحكومة تحقيق تغطية نفقات التسيير من خلال إيرادات الجباية العادية. ثالثا، ضمان استمرارية الميزانية العمومية. ورابعا وأخيرا، الحفاظ على الدعم الدولة وتخصيصه لأمثل للفئات المعوزة من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين.